السي في بتاعك ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده، الاختيار في ايدك. طيب اول حاجه هبدا بيها ان انا هفتح مساحه تصميم جديده، هبدا من قائمه فايل اعمل حاجه اسمها نيو، او ابدا انا اضغط على حاجه اسمها كرييت نيو. طيب هبدا ان انا اجي على حاجه اسمها برنت، ومن قائمه برنت هختار المقاس الستاندر بتاعنا اللي هو بيكون A4، وببدا ان انا اضغط حاجه اسمها ايه كرييت. اول حاجه هنعملها ان انا هبدا ان انا اجي على الباك جراوند واضغط ضغطه صغيره على القفل هنا خلاص، بعدين هضغط كنترول ار عشان يبدا يقسم لي المساطر او يطلع لي المساطر ان انا اقدر ادراج كده وادروب بالشكل اللي انا ايه عايزه. طيب اول حاجه هنبدا بقى ان احنا ندخل الصوره، انا هبدا دراج اند دروب بنفس النمط ده كده، طبعا احنا مستخدمين صوره من على الانترنت. بما ان انا اجي مثلا هنبدا ان احنا نحط الصوره في المنطقه دي كده. طيب مقاس الصوره محتاج ان هو يتعدل شويه، فانا ابدا ان انا ازوم. طيب هي سمارت اوبجكت فهضغط عليها ضغطه باي نوع من انواع البرشات بحيث ان انا اقص بحيث ان احنا شايفين الصوره بشكل مناسب. طيب احنا محتاجين بقى نبدا نحط باك جراوند، فاحنا هنخش على مواقع اللي هي اسمها ايمج ستوك زي انسبلاش او بيكسل، ايا كان بقى المجال اللي انت مهتم بيه، ممكن تكون مهتم بالانيمال لاندسكيب بيتش ايا كان المجال ديزاينز كلرز، فانت هتبدا ان انت تخش على انسبلاش او اي موقع ستوك تبدا ان انت تحمل حاجه معبره عن الشخصيه بتاعتك. احنا في الحاله دي هنستخدم تريز او ناتشر، هنبدا ان انا طيب الصوره بقى لو نزلت معانا في صيغه جي اي اف فدي مش هنقدر ان احنا نستخدمها في فوتوشوب، او نستخدم مثلا كونفرتر، فهنعمل داونلود بحيث ان هي تنزل لنا جي بي جي او بي ان جي او اي صيغه تبدا ان هي تقبل على الايه على الفوتوشوب. هبدا ان انا اضغط انتر. طيب اتاكد ان انا دراج اللاير تحت هنا، هبدا ان انا ارفع الصوره، اتاكد بقى في الكادر اللي انا عايزه، عشان كده فاكرين لما انا قلت لكم احنا هنضيف المسطره بحيث ان انا ابقى عارف كل مساحه عندي هتبقى موجوده فين وشكلها عامل ازاي. طيب هبدا ان انا اجي على الصوره اقول ان الصوره هتبقى دراج تحت هنا شويه، هاجي هنا. طيب هي لانها سمارت اوبجكت فانا لو جيت مثلا عملت سيلكشن كده وقف عند المسطره وعملت ديليت فهو مش هيحذف، فانا محتاج ان انا اضغط اي كليك باي براش بعدين اضغط ديليت بحيث ان هو يفك السمارت اوبجكت من هنا، تلاقوا ان هو ايه ما بقتش سمارت اوبجكت. طيب الصوره عندنا هبدا ان انا اجي على الصوره اضغط عليها كليك يمين وحاجه اسمها بليندنج اوبشن. طيب وهضيف لها حاجه اسمها ستروك او سمك خارجي، السمك الخارجي ده بقى ممكن يبقى اي كلر انت عايزه، احنا في حالتنا ان احنا نشتغل البورتفوليو ابيض اسود بقدر الامكان فانا هخليه ابيض، وهبدا ان انا اكبر السايز شويه. طيب ده ممكن بقى بيقول لك في البوزيشن انسايد ولا اوتسايد ولا ان سنتر، فانا اخليه انسايد او نخليه اوتسايد احسن، ماشي على نفس النمط ده كده. وبعد كده هبدا ان انا اضغط له ايه اوكي. اللاير اللي فوق دي احنا ممكن نعمل سيلكشن وابدا ان انا اضغط لاير جديده واجي بجراديانت او بتون غامق ان انا اضغط كده. طيب هل احنا هنسيبها كده؟ لا، احنا ممكن نيجي بقى هنا الاوباستي ونبدا ان احنا نقلل الاوباستي شويه على نفس النمط اللي موجود قدامنا ده كده، وبعدين نبدا ان احنا دراج دي بحيث ان هي تبقى موجوده على الصوره نفسها يعني على الباك جراوند اللي احنا ضفناه. طيب بعد كده ممكن نبدا بالتايب، هكتب مثلا الاسم. طيب لما نيجي نكتب خصائص الاسم نتاكد من السايز بتاعنا، انا هنا مثلا السايز ولون الكتابه هنخليه ابيض، هبدا ان انا اكتب مثلا محمود طلعت. طيب احنا عايزين الحاجة تكون فورمال ومحتاجين الحاجة تكون كابيتال، فانا هبدأ ان انا اجي بالشكل ده كده. ايا كان بقى نوع الفونت اللي انت هتستخدمه فانت محتاج بقدر الامكان ما تزودش عن فونتين في الديزاين بتاعك بحيث ان هو يكون متوافق شوية. طيب بعد كده انت ممكن تاخد نسخة يعني حاجة مثلا بولد وحاجة مثلا نوع من الخطوط تاني خفيف شوية، ممكن سامبل مثلا حاجة زي دي ونكتب مثلا عندها المسمى الوظيفي بتاعك بروجكت ديزاينر مثلا، واعمل سيلكت واصغر الايه الفونت شوية نفس النمط الآتي ده كده. قدر الإمكان تحاول تنسق لأن ده هيكون بيرفلكت الشخصية بتاعتك قدام أيا كان بقى الكلاينت أو أيا كان الشخص اللي أنت هتكون مقدم له، إن كان شركة أو غيره، فهو هيكون بيعكس الشخصية بتاعتك. طيب محتاجين بقى نقسم مسطرة، فأنا هعمل دراج اند دروب كده أبدأ إن أنا أتأكد أشوف النسب بتاعتي هل هي النسب كويسة، فأنا ممكن أخلي بالنمط الآتي ده كده. طيب
بعد كده ممكن نيجي مثلا على حاجة اسمها الراوند، راوند شيب، وابدأ ان انا ارسم. طيب انا شايف ان الايدجز اللي موجودة هنا دي مش مناسبة، فانا هضغط اسكيب مثلا، هاجي هنا واخليها مثلا 20، هضغط انتر وهاجي على الشيب ده امسحه، ابدأ ان انا ارسم شيب جديد. هنلاقي ان الزاوية بدأت انها تبقى ايه، اكبر شوية. هل 20 برضو مش معايا مناسب؟ فانا هروح جاي مثلا ايه، لا لا انا محتاج نسبة كبيرة، فهخليها ايه 40. تعالوا بقى نرسم كده، هنلاقي ان هي ايه بقت مختلفة بقدر كبير جدا. طيب انا هخليها بنفس النمط ده كده، مش اسود، هنختار لون درجة من درجات الرمادي مثلا، او ممكن درجة افتح شوية على نفس النمط ده كده، احاول اخلي فيه اتزان، كنترول تي، هبدأ ان انا اصغر الشيب على نفس النمط ده كده. طيب ده دلوقتي شيب، فانا عايز احوله سمارت دايمنشن، هضغط كليك يمين وكونفرت سمارت دايمنشن، وبعد كده هفتحه عشان ان انا ابدا ان انا اقدر ان انا ارسم عليه او ان انا اشتغل عليه. فانا هاجي دلوقتي البوليجن تول، وابدا ان انا اخد سيلكشن على نفس النمط ده كده، اهو انا كده اخدت سيلكشن، واتاكد ان انا واقف على القايمه دي هنا، وهبدا ان انا اضغط الت مثلا اهو كده كده، لا نضغط ندي سبيس كده مثلا كده كده، بحيث ان هو يقص او يضيف لي الايه المنطقه دي. انا اهو اهو اهو، وانا ضغط الت بحيث ان هو ايه يقص. طيب بعد كده هتعمل ايه، هاجي الباكت تول وهبدا ان انا اضغط بنفس النمط الاتي ده كده، خلاص انا رسمنا. ممكن نيجي بقى بالباكت تول، احنا شايفين مثلا الدرجه دي تقيله، فهبدا ان انا اجي هنا، فهبدا ان انا اخد درجة أخف شوية، هبدأ إن أنا أضغط كده. البلاك لا مش هنختار احنا بلاك على طول، فاحنا ممكن ناخد بقى درجة من درجات الرمادي مثلا كده، بحيث إن هي بس هكون متأكد إن أنا واقف طبعا على الشيب اللي احنا ايه رسمناه. طيب نفس درجة الرمادي أو أيا كان الدرجة اللي أنا استخدمتها، فأنا هبدأ إن أنا أعمل لير جديدة، وهعمل سيلكشن مثلا على نفس المنطقة دي كده، هبدأ إن أنا أجيب الباكت تول، أبدأ إن أنا أرسم في نفس النمط ده كده، هبدأ إن أنا أعمل لها كنترول مثلا تي، أكبرها مثلا للمنطقة دي كده، ودي اللي هنضيف فيها الانفورميشن كونتاكت الأساسية بتاعتنا. طيب إيه بقى الانفورميشن كونتاكت بتاعتنا؟ مثلا هتكون حاجات زي الاتصال، البريد الإلكتروني، الموقع أيا كان، واتساب، رقم غيره، بتختلف من شخص للتاني. طيب إحنا محتاجين نجيب أيقونات، فالموقع اللي إحنا هنستخدمه هو اسمه دانان بروجكت. فأنا أول حاجة محتاج إن أنا أعملها أحمل حاجة اسمها كول، هيبدأ ان هو يعرض لك الايقونات. فانا هبدأ ان انا اختار مثلا ايقونة اتصال زي مثلا راوند، حاجة زي دي، اضغط عليها get this icon basic download continue، احملها بي ان جي مثلا، هعمل drag drop، ادي اول ايقونة هبدأ ان انا اضيفها، مش هرجع ان انا اعدل عليها دلوقتي. ايميل، وبعد كده نختار بس ايقونة قريبة للشيب اللي احنا اخترناه كده، نختارها حاجة rounded. فأنا ممكن مثلا ناخد حاجة زي دي، إن كان طبعا تختلف من شخص للتاني حسب الأيقونات اللي هو يستخدمها، هعمل بي إن جي برضو، هبدأ إن أنا أحط نفس الأيقونة، هبدأ إن أنا أكتب سايت أو لوكيشن أيا كان، هبدأ إن أنا أخد دي get icon basic download ان جي، هبدا ان انا دراج دروب. طيب انا محتاج افتح الايقونات دي عشان ابدا انزل الكلام اللي موجود تحت هنا. فانا زي ما قلنا بنيجي باي نوع من انواع البرشات، ببدا ان انا افتح الصور دي كلها، بعد كده هاجي بسلكشن، هعمل سلكشن هنا، هقف هنا ديليت، هقف هنا ديليت، وهقف هنا ايه ديليت. طيب نحدد كلهم شيفت، ابدا ان انا احدد كل الايقونات كنترول تي، هبدا ان انا اصغرهم كلهم في نفس النمط ده كده، بحيث برضو ان انا احافظ بقدر الامكان على. طيب شايف اول ما نلاقي ان هو خلاص بقت الحجم بتاعها متاح، فانا هنعمل زوم ان مثلا كده، طبعا هنسيب مسافه عشان نكتب فيها. طيب بعد كده بقى انا محتاج افتحهم واحده واحده، اضغط كنترول ال وهعمل حاجه، هيجيب لي حاجه اسمها ليفلز، اخليها من اسود للابيض عليهم كلهم، كنترول ال من الاسود للابيض. طبعا ممكن تلون مثلا بالباكت تول، تعمل سيلكشن وتلون، في اكتر من طريقه بس دي اسهلهم يعني واسرعهم وانت شغال. تبدا بقى تقف على اول ايقونه،
خلي مثلا السايت دي في الآخر، خلينا بعمل باك جراوند دلوقتي، هنشوف دي أنهي واحدة فيهم. ماشي، دي بتاعت الإيميل. طيب نشوف على نفس النقطة، حسينا إن إحنا لأ محتاجين نصغر، فإحنا ممكن نصغر، نسلكت عليهم كلهم ونبدأ إن إحنا إيه نصغر بنفس الشكل الآتي ده. طيب بعد كده مثلا هنكتب هنا 010 أي حاجة، كنترول A نكتب، نخلي بس اللون أبيض بحيث ما يبان. أيا كان بقى الرقم، الدولة اللي أنت موجود فيها تكتب فيها، مثلا إحنا هنكتب هنا محمود at fiotdesk.com. برضه طبعا هتحتاج إن أنت تكون مصغر في الكلام ده ومتناسق مع بعض. بعد كده الموقع الإلكتروني ممكن نكتب مثلا fiotdesk.com، الموقع اللي احنا شغالين عليه، ويكون معانا على نفس النمط اللي موجود قدامنا ده دلوقتي الصور اللي احنا شغالين عليها. طيب بعد كده نبدأ إن احنا نستخدم نستكمل. عندنا هنا الكلمة ناقصها بي، فهبدأ إن أنا آجي هنا وأكتب بي بروجكت ديزاينر. طيب هبدأ إن أنا آجي هنا بقى في المنطقة، أبدأ إن أنا أقسم بقى المساحة اللي موجودة عندي هنا دي كده. فأنا أقول مثلا إن أنا أول منطقة مثلا، أو أنا هبدأ الكلام أو الكتابة عندي مثلا من الليفل ده، وهينتهي مثلا في المنطقة دي كده، بحيث إن أنا أخلي هنا الإديوكيشن وتحت هنا الإيه الإكسبيرينس. طبعا أنت ممكن تبدلها على حسب إيه الكلام اللي موجود في كل منطقة. طيب أنا هاخد وأبدأ، هبدأ إن أنا آجي شيب ريكتانجل تول، وأبدأ إن أنا أرسم بنفس النمط الآتي ده كده، وفي نفس الوقت أنا هشدله بنفس النمط الآتي ده، هزوم إن وهبدأ إن أنا بحيث إن هو يبقى هيدر للشكل أو التصميم اللي إحنا إيه شغالين عليه. طيب أنا هاجي على التول ريكتانجلز مع بعض، هعمل لهم كليك يمين، حاجة اسمها كونفيرت سمارت أوبجكت بحيث إن أنا أحافظ على الجودة بتاعتهم، هاخد منه كوبي لتحت كده في المنطقة دي. هل احنا ممكن ناخد كوبي تانية مثلا؟ احنا ممكن مثلا ناخد كوبي هنا في المنطقة دي، بس نعدل الشكل كده، وممكن ناخد هنا برضو كوبي ونطلعها برضو لفوق شوية بحيث ان يبقى في تناسق. طيب في زيادات، طيب زيادات انتر، وهبدأ ان انا اجي عليها كده، هبدأ ان انا سيلكت لنفس المنطقة مثلا كده، هبدأ ان انا اعمل ديليت، ومحتاج ان انا اشوف الريكتانجل التاني فين، فرضا ان هو ده، انا هبدأ ان انا اعمل كده انتر، وابدأ ان انا اعمل ديليت بحيث ان هم يكونوا ايه على نفس المستوى. طيب انا مثلا هنبدأ بقى ان احنا نضيف بقى المعلومات بقى بتاعتنا. فانا هاجي هنا عند الكتابة، الكتابة بتاعتي مثلا على 13، فهبدأ ان انا اكتب هنا تفاصيل زيادة مثلا زي السوشيال ميديا مثلا. ماشي، نخلي الفون لون عشان يبقى ظاهر على طول، سوشيال ميديا، هبدأ ان انا انزلها في المنطقة اللي هنا مثلا، وهبدأ ان انا اجي هنا كوبي، وهبدأ ان انا احط هنا الهوايات هوبيز، طيب نبدأ ان احنا ننزل هنا على حاجة اسمها experience، زوم ان، اكسبيرينس، هبدأ ان انا اطلع فوق هنا في الاكسبيرينس، وابدأ ان انا اكتب education. انت كده قسمت اللاي اوت الاساسي بتاعك. هل احنا خلصنا على كده؟ لا، انا هبدا ان انا اخد نسخه من ده بنفس النمط ده، بس قلنا بقى عايزين نبدل اللون، كنترول ال، هبدا ان انا اخليها على نفس النمط الاتي ده. احنا مثلا شايفين ان القطعه دي جايه كبيره قوي، فانا هبدا اعمل لها سيلكشن، شكلها مثلا مش ماشي معانا، هبدا ان انا اعمل سيلكشن على نفس النمط الاتي ده كده، هبدأ إن أنا آخد اللون وهضيف، ممكن بالبرش برضو ننهي الأجزاء دي، بما إن شكلها مش موجود معانا، ممكن نضيفها ككسرة صغيرة، يعني مثلا شيب مثلا صغير زي ده كده،
اتاكد ان الشيب ده خد انفل نفس الباك جراوند، واعمل له روتيشن حاجه نفس النمط ده كده، بحيث ان هو ما ياثرش على دقه او جوده الشغل اللي احنا ايه شغالين عليه. والله طيب نبدا ان احنا نقدر نكمل. فانا هاخد من نفس الفونت كده وهكتب هنا، بس نحول اللون الاول لابيض على نفس النمط، هكتب سكيلز بنفس الشكل اللي موجود قدامنا ده. احنا محتاجين بعد ما حطينا الاساسيات للسي في نبدا بقى نعدل بقى شويه حاجات من المظهر العام. يعني مثلا هنا ده محتاج مثلا يدخل اغمق كده شويه. طيب هل احنا ممكن نبدل ده بحاجه تانية؟ ممكن نبدله بحاجه تانية. فانا هعمل لير جديده، ممكن نخفي ده خالص ونعمل سيلكشن على المنطقه دي، وبدل كده خالص نبدا ان احنا نيجي على جراديانت وناخد مثلا حاجة الجراديانت بتاعها بنفس النمط أو الشكل الآتي ده كده، أو حاجة مثلا متدرجة على نفس النمط ده كده خفيفة كده. فممكن تدينا على حسب برضو كل واحد والشكل بتاعه ممكن يبقى إيه شغال، بس هو بالجراديانت ممكن تدي شكل أحسن شوية أكتر. طبعا وأنت شغال أنت بتعمل كمية من التعديلات الكبيرة أنت ممكن تشتغل عليها. طيب أنت ممكن بقى في السكيلز مثلا تعمل حاجات مثلا زي الدروينج، تعمل حاجات مثلا السكيلز اللي موجودة عندك بشكل عام. مثلا هدي أيقونة دروينج كنترول A، هبدأ إن أنا أصغر بس الفونت شوية. أنا مثلا حطيت كده، تأكد بس إن أنت كل التنسيق بتاعك يكون شكله كويس، بحيث إن هو ده اللي أصلا هيبريزنت كل حاجة عن معلوماتك. فأنت ممكن تضيف مثلا أيقونة صغيرة كده. طبعا في آلاف التمبلتس الموجودة أونلاين، لو أنت كتبت مثلا سي في ديزاين تقدر إن أنت تشوف حاجة أنت محتاجها أو حاجة بتعبر عن شخصيتك بشكل عام وتبدأ تأدت عليها. احنا مثلا هنبدأ دروينج مثلا، ندي كده سكيلز مثلا هنا نخليه 10، اللون بتاعه نخليه أبيض الستروك كمعدل زيادة أو معدل نقصان. أنت وصلت فين مثلا؟ يعني أنت الدروينج سكيلز بتاعتك قد إيه؟ فأنت مثلا عايز تعمل معدل. طبعا احنا الكلام ده كله بنعمله مانوال، طبعا مش هياخد وقت كتير منك يعني. مثلا ادي الدرونج سكيلز بتاعتك مثلا كده. تيجي مثلا على حاجه سوفت وير مثلا او حاجه ايا كان هي ايه، انا بس هكرر هنا الدرونج. طبعا وانت بتشد لتحت الت وتشد شيفت بحيث ان انت ايه ما تغيرش المكان، وادي الت اهو عشان تاخد كوبي زوم ان مثلا انت السكيل التانية اللي بعدها لا انت ضعيف فيها. انت برضو لازم تكون محايد جدا في البورتفوليو بتاعك، تكتب الحاجه اللي موجوده عندك، الحاجه اللي عايز تتجنبها جنبها. طيب في الاديوكيشن والاكسبيرينس، يعني مثلا فرضا ان انا هاخد من الاديوكيشن مثلا، هاخد مثلا على سبيل المثال سوشيال ميديا، اتاكد مثلا بقى من الهيدلاين بتاعي السوشيال ميديا مثلا الفونت مثلا موجود على 13. حلو، يبقى انا الكتابه اللي موجوده تحته مثلا هنكتب اي حاجه عشوائيه مثلا كده شويه كتابات بس عشان نشوف احنا محتاجين نعمل ايه. طب حضرتك كنترول ايه، محتاج ان انا تكون متقسمه على نفس النمط ده كده اهو، بحيث انها تكون مترتبه وفي نفس الوقت الفونت يكون اصغر. لو مثلا انت عامل الهيد لاين بولد فانت لازم تخلي ده ريجولار او حاجه، او حاجه مثلا بتاعتك حاجه اخف شويه من الايه من اللي موجود. ادي مثلا لو هو بولد مثلا نفس الشكل ده كده، فانت محتاج ان انت تقللها للريجولار او حاجه ايه اقل شويه في الكتابه، بحيث ان انت التفاصيل بتاعتك في البورتفوليو تكون واضح. كل ما انت قسمت الديزاين بتاعك وعبرت عن شخصيتك بشكل عام، هو انت تكون قدام الاتش ار فاهم الموضوع اكتر. وبكده نكون اتكلمنا عن معظم الحاجات اللي موجوده. انت ممكن برضو تضيف حاجات اضافيه مثلا زي الاديوكيشن، تيجي عند الاديوكيشن تعمل مثلا كوبي، تيجي هنا الايقونات لو انت بقى عايز تهتم بالتفاصيل الصغيره قوي. مثلا انا هاخد مثلا دي للايديوكيشن الايقونه دي، ونبدا نحط الايقونات اللي احنا هنحملها وان احنا هنشتغل عليها دي دلوقتي جوه المربعات الصغيره. فانا هاخد البي ان جي دي مش تضاف لان احنا عاملين سيلكشن، ابدا انا اخد احطها بنفس النمط ده كده. طيب قلنا محتاجين نمسح ده. طيب كنترول ال عشان نحول للايه للابيض زي ما انتم شايفين كده دلوقتي، كنترول ال عشان انا عايز بس احط الايقونه جوه فين جوه المنطقة بتاعت الـ education.
في حاجات ما تعملهاش وانت بتصغر وبتكبر، يعني انت لازم تضغط شيفت وانت بتصغر وتكبر عشان انت حافظ اسكان. ما ينفعش ان انت تعمل حاجات مثلا زي مط عشان المساحه بتاعتك كده، لا الكلام ده بيبوظ المنظور وبيخلي الشكل برضو بتاع الديزاين بتاعك مش بروفيشنال. انت ممكن اهو ديزاين تيجي على السوشيال ميديا تاخد كوبي تحمل اي ايقونه بتعبر عن السوشيال ميديا، اوكي مثلا دي هتكون معبره جيت ذا ايكون كونتينيو بي ان جي، كنترول تي هتبدأ ان انت تصغر، بعد كده كنترول ال عشان تغير اللون للابيض بشكل سريع اهو ايقونة اصغر، هتعمل كنترول تي تبدأ ان انت تصغر على نفس النمط الاتي ده دلوقتي، وتبدأ بقى تضيف هنا مثلا معلومات الاتصال بتاعتك الاساسية. هنا ممكن في الهوبيز تضيف كلمات او ممكن تضيف ايقونات برضو بتعبر عن الحاجة الاساسية اللي موجودة عندك، مثلا هيدلاين هنا تقسيمه عشان بس يبان التقسيمات شكلها عامل ازاي. لو حد محتاج اي مساعدة ممكن يبعت لنا على الصفحة الرسمية، ممكن يبعت لنا ميل على الويب سايت. لو واقف معاكم اي مشكلة او حاجة واجهتكم ممكن تحط لنا كومنتس وهنرد عليكم في اسرع وقت. نشوفكم في حلقة جديدة.